جول دروجبا في فاينل 2012 دوري ابطال اوروبا قدام بايرن ميونخ. ذكرياتي معاها هدف بيرجعنا مره تانية للدنيا، وبناخد بطوله دوري ابطال اوروبا بعد يعني لاول مره من سنوات طويله، وبتكسب البطوله بالشكل ده قدام بايرن بعد ما هو اللي كان فارض عليك الدنيا تماما. ذكريات مبهجه، واعتقد دي من الحاجات كمان اللي زودت حبي انا لفريق تشيلسي. بالمناسبه انا يعني تشجيعي لي في 2005 تقريبا 2004 زادت تدريجيا لحد ما وصلنا للمرحله دي، ومن خلال روبرتو دي ماتيو. ده برضو ذكرى مع تشيلسي قبلها باربع سنوات، قبل الصوره اللي فاتت باربع سنين، لكنها ذكرى سيئه. دي لقطة هدف كريستيانو رونالدو في 2008 فاينل دوري الأبطال في روسيا قدام تشيلسي. كان بدايات كريستيانو مع الجامب اللي بيطلع 5 متر لفوق ده، سجل في الدقيقة تقريبا 24 25 26 هدف التقدم، بعد عرضية من ناحية اليمين من ويس براون في مرمى بيتر تشيك، وقبل ما دروجبا هو اللي يتعادل، لا لامبرد عفوا هو اللي يتعادل، لامبرد يتعادل في الشوط الاول برضو قبل نهايه الشوط الاول على طول. الماتش طبعا اللي خلص بضربات الترجيح لصالح مانشستر يونايتد. ايه ذكرياتي؟ زحلقت تيري اللي جت الكره في القايم بسببها، ذكريات حزينه جدا وكانت محبطه قوي، لان كانت خلاص قريبه مننا. كريستيانو بيضيع ضربه الجزاء وانت عمال تسجل، وهما بيسجلوا هما بيسجلوا وانت بتسجل، لحد ما حصلت لقطة تيري ثم لقطة أنيلكا، فالبكاء أنا ما بكتش بس زعلت. ده تولدو، أنا تولدو كنت في عشق تولدو في البطولة دي. أنا حبيت حراسة المرمى وقتها، بقيت أركز مع حراسة المرمى بسبب أداء تولدو في بطولة دوري أبطال أوروبا أمم أوروبا 2000. ده ماتش فرنسا مع إيطاليا في الفاينل، ده جول تريزيجيه اللي كسبه فيه بعد ما كان تولدو حد شاط وش، ومش فاكر كان مين، تريزيجيه نفسه باين هنري، مش فاكر بس كانت ده هدف الفوز صح، هدف التعادل اللي أدى إلى ركلات الترجيح اللي كسب بيها منتخب فرنسا. هدف ذهبي. أنا دخلت ده في فاينل 2006 كاس عالم، لكن انا زعلت قوي على ايطاليا، لان انا كنت متعاطف جدا مع الفرقه دي، وكنت متعاطف جدا مع تولدو، كنت متضايق قوي من فرنسا ان هو عوروه. ده انتر ميلانو مع برشلونه، ماكسويل اهو تحت على الشمال، جوزيه مورينيو هو بيحتفل بالتتويج ببطوله، لا بال مش التتويج، ثانيه واحده 2010 كان التأهل من دور إلى دور، أعتقد من سيمي فاينل لفاينل. إيه ذكرياتي معاها؟ أنا بحب مورينيو جدا، مورينيو كاريزما رهيبة، مورينيو تحب تستنى مؤتمراته الصحفية، تحب تستنى رياكشناته وقت الفرحة، تحب تستنى رياكشناته وقت العصبية وقت الغضب. فمورينيو هو تشكيلة من شخصيات جوه شخصية واحدة، تخليك تراقب بحرص أي فريق بيدربه، حتى وإن كان روما اللي هو مش من فرق المفضلة يعني. ده ميسي فاينل 2000 و ثواني فاينل 2009 9 قدام مانشستر يونايتد بعد ما جاب الجول بالهيد، ماتش 2-0 كان مسك الحذاء بتاعه واحتفل. الصورة دي حزينة جدا بتاعت غدارة، ودي بقى بجد من الحاجات اللي ما عيطتش، بس بجد كنت مقفول جدا وكنت محبط جدا على المستوى اللي احنا كنا، المستوى تشيلسي كان كويس، ده كان انيستا، واللي هي بتاعت غدارة لما شاط الكرة شاطها صاروخ، لكن الماتش ده كان فيه اخطاء تحكيمية فجة، ومن من اشهر الماتشات اللي معروف ان هي فيها قرارات ظلمت فريق واحد اللي هو تشيلسي من وجهة نظري.